السلام عليكم إخواني أخواتي الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديدة في يوم جديد إن شاء الله. في هذا الفيديو ما غاديش نشارك معكم وصفة ديال الطبخ، غادي نخرج من النمطية ديال الطبخ دائما، ولكن غادي نبقى في إطار تحضيرات لعيد ميلاد ديال بنتي، اللي غادي نشارك معكم إن شاء الله بعض اللقطات من التحضيرات وبعض اللقطات أيضا من الاحتفال إن شاء الله. كما كتشوفوا معايا هنايا، غادي نديكم معايا شويه غير باش نختار. هي بغات لو تيم تاع لي برينسيس جو كرو لا رين دو نيج. المهم حاولت انني نشري طبيصلات واخترت لو تيم انه يكون روز، بغات كلشي يكون وردي، لهذا اختاريت لي بالون في الوردي، اختاريت لي زاسيت ايضا طبيصلات في الوردي او في الروز، الكيسان حتى هما فيهم الرسمه اللي بغات، لي فورشيت والمعالق من طبيعه الحال حتى هما فيهم نفس الشيء بالوردي. يعني حاولت ما امكن انني، واخا كانت صعيب بزاف انني نلقى كل شيء في الغوز، ولكن المهم هاد لي كاش طابل اللي كنديوهم هما جوج طابل، هما زوينين صراحه. كما كتشوفوا لقيت هاد الكيسان، هادو هما اللي بغاتهم، فيهم الوردي لحسن الحظ. غادي ندي منهم واحد يعني اللي يكفاني، هنايا غادي ندي الشميعات حتى هما في الغوز. دابا غادي ندخلو باش نديرو الكوزينة، باش نديرو لاجينواز. بالنسبة للاجينواز، هاد لاجينواز وهاد لو كيك رافات اللي درتو في القناة، تيجي اكثر 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 من رائع. واحد لاجينواز اللي ما كتكسرش، ما كتفرتت، ما والو، والصراحة ناجحة ماشي مليون في المية، راه مليار في المية بالنسبة للمبتدئات اللي ما عمرهم صوبوا لاجينواز. غادي يلقاوها في القناة ديالي. هنايا راه حاولت انني ندير غير بعض اللقطات فقط من التحضيرات الاوليه اللي قدرت انني نصور، ف لضيق الوقت ولانني بوحدي، يعني ما التصوير تيجي واعر انه في دوك التحضيرات باش نصور كل شيء، اكتفيت انني نصور غير بعض الحويجات فقط. هنايا خديت هذا الاطار باش نقطع لاجينواز، كما قلت لكم واحد لاجينواز اللي كتجي اكثر اكثر من ناجحه، كان نوصي بها جميع البنات اللي تيخافوا انهم يصوبوا هاد لي كيك او التورته بلا كريم، فيزعموا انهم يصوبوها، فهي ماشي شي حاجه صعيبه نهائيا، فقط شويه ديال الثقه في النفس وشويه ديال الزعامه. وراه الادواق كتختلف، يعني كل واحد وطريقه باش غادي يزينها والمنتجات اللي غادي يدير، فقط تنظن انه لا باز هي لا جينواز ولا كريم شونتي تكون طالعه مزيان. بالنسبه لي راني درت ثلاثه ديال لي جينواز، اللي درت وحده على وحده. هنايا غادي ندوز لا كريم شونتي، درت لتر ديال الكريمه السائله اللي فيها 35% ديال لا ماتيير غراس، وخديت دو فلون ديال الفرومبواز حيت ما كانش عندي، ما لقيتش، درت تقريبا على شحال من محل، ولاول مره تتوقع ليا انني ما لقيتش الفلون ديال الفريز، ولكن لقيتو اللي شويه قريب ليه، هذا الفلون ديال الفرومبواز في اللون. درتو مع تقريبا، درت جوج ديال الاكياس، درتو مع واحد شويه ديال الحليب، ودرتهم في المجمس تجمدو كما كتشوفوا. هنايا غادي نزيد المنتيه ديال الفخيز. المهم انا درت هادشي باش نحصل على اللون الوردي، ولكن بالنسبه للفلون فهو تيزيد واحد المذاق اللي اكثر 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 من رائع، واحد الصراحه كل شيء عجبو، كل شيء عجبو، كاع الدراري الصغار اللي كلاو، والديهم اللي كلاو الكاطو، العائله كلها صراحه كل شيء عجبو.
المهم غادي نكمل هذاك الفلون وغادي نخلطه. بالنسبه ليا راه ما خلطتوش معاه من الاول، يعني حتى بدات كتكات فيا هذيك الكريمه عاد باش بديت نزيد الفلون. هنايا بالنسبه للناس اللي اللي تهزوا مثلا داك الماء ديال السكر، انا خلطت السكر مع الماء وزدت فيه شويه ديال الفخيز، النكهه تاع الفخيز، صافي درتهم في هذه القرعه. اللي بغيت نقول لكم انه الطريقه عمليه جدا، انكم ديروها في واحد القرعه بحال هكا، اللي ما عندوش بحال هذه يمكن يديرها في واحد القرعه تاع تاع الماء ولا تاع الحليب، ولكن هذاك البوشون يتقبو يتقبو وغادي يبدا يرش بها، يعني كتغنيك على انك تبدي تهزي بالبانسو هكا وتبداي ترشي. فهاد العمليه جد يعني عمليه نيت، يعني كتسهل عليك المأموريه. هنايا بديت انني كنمونطي الكيك ديالي والتورته ديالي، بديت من التحت بحال هكا، من بعد باش نحاول انني نقد الجوانب كاملين بهذه الطريقه. هذه كنبدا كنطلع هذيك لا كريم من التحت للفوق باش نغطي العيوب كاملين وباش تجيني كلها متناسقه. كما شفتوا ما بينش بزاف حيت كنت كنصور بالليل، اللون ما بينش، ولكن جا واحد اللون وردي غزال. هنايا باش نضيف هذاك اللون الوردي اللي بغات، غادي نضيف بعدا هاد لاصوص ديال الديسير بالفخاز باش نعطي هذاك اللون الوردي ايضا، والتزيين راه تيبقى على حسب الرغبه فقط. هنايا لا باتا سوكر مكتوبه فيها جويوز انيفيرسير درتها ليها. هنايا درت واحد لا جينواز اخرى بالشوكولات اللي غادي نديرها على شكل رقم 12، يعني السن ديالها هي، وغادي نحاول تهادي انني نديرها باللون الوردي اللي اختاريت انني نزينها بالفريز. كما لاحظتوا هزيت جوج، درت ليه الكريمه ايضا اللي تبقات ليا من التورته الاولى، ولكن الاضافه اللي غادي نضيف انني في الوسط غادي ندير الفخيز ولا جينواز مختلفه، فهذه الجينواز تاع الشوكولاته. كما كتشوفوا فهو رقم جوج، درت الطبقه الاولى درت عليها الكريم شونتي والفريز، ودرت الطبقه الثانيه هنايا درت هاد لي كيش بلا لاباط بريزي اللي طيبت لي كيش في الاول، هزيت قرعه وخيزويه والبصله شحرتهم، من بعد درتهم هما اللي في لاباز، درت لاباراي اللي تديرو في لي كيش عادي لا كريم فريش، ودرت فيها البيض شويه البزار شويه ديال الملحه، ودرت الفرماج من الفوق. هنايا درت لي كاب كيك، ف درت من واحد الخليط درت واحد ناتور وواحد بالشوكولات. هنايا التزيين كما كتشوفوا، يعني الباب اللي غادي يدخلوا منه الضيافه والمعازيم صحابتها ووالديهم، زينتوها هكا بكل شيء بالوردي حتى هو. هنايا الطبله في الاخير كما وجدتها، لي بالون اللي شريت هما هادو، كيجيو على هذا الشكل، كيجيو واعرين صراحه هما هادو.
قلوبه هكا ديال سميتو كيتشراو في الوردي وفي الابيض. المهم حاولت انني هنايا كما كتشوفوا الطبله كيفاش نسقتها، فحطيت عصير الليمون في واحد الجهه. بالنسبه للناس، بالنسبه للبنات اللي تيكون عندهم حساسيه من الكيوي، لانه هاد العصير الصغير اللي حطيت هاد لي جو في هاد البواط هادو فيهم بزاف ديال الفواكه، وكاين اللي تيكون متحسس. عندها واحد البنات صحاباتها تيتحسوا من الكيوي، فيهم الكيوي، لذا درت هادو ودرت العصير ديال الليمون. بالنسبه لي بايطه هما شريتهم في الغوز كما كتشوفوا. بالنسبه لي بوش اللي درنا فيهم هذيك الحلوه ولي بونبون، هذاك الشيء اللي بغات تعطي لصحاباتها حتى هما في الغوز، هادو حتى هما في الغوز. لي كاب كيك هما اللي درت في الشوكولاته وفي الفاني، هادو لي سوسيت والفانيد مخلط، هذاك الشيء اللي بغاو ياكلو في نفس الوقت. وهذا هو الكيك على شكل 12. جا الصراحه واعر واعر واعر، جا رائع جدا، لا في المذاق ولا في الشكل ديالو. الصراحه الناس اللي دخلوا عندي كلهم عجبتهم الطبله، بداو تيصوروا فيها. صراحه كلشي عجبو الحال، وكلشي مشى ناشط وواكل مزيان ودو معاهم. يعني كانوا الاطفال، كانوا البنات وكانوا والديهم، كاين اللي جات الام والاب، وكاين اللي جات غير الام مع الجده او الام بوحدها. فكانت الصراحه كان الصالون عامر عامر عامر. هنا درت البيتزا كما كتشوفوا، دوك لي كيش اللي صاوبت، درت هاد الخبيزات اللي عامرين. الخبيزات شاركتهم معكم، ما تشافوش لسوء الحظ، رغم انها واحد الوصفه اللي هي مميزه وماشي اعتياديه. فغادي نقول لكم بعجاله شنو درت فيها في هذوك الحشوه تاع دوك الخبيزات. شديت البيض، الصدر ديال البيض عفوا، الصدر ديال الدجاج عفوا، الصدر ديال الدجاج، وسلقته مع فص ديال الثوم، شويه البزار، شويه السكنجبير، وغرق الغار. مهم من في الاخر هزيته، طحنته غير واحد شويه، وزدت معاه فلفل خضره، وزدت معاه المايونيز والبزار وشويه الملحه، فلفله خضراء وفلفله حمراء، وكيما قلت لكم الصدر ديال الدجاج طيب. كلشي طحنتو، زدت معاهم المايونيز، هو باش دهنت هذوك الخبيزات ودرت فيهم، هزيت سميتو الكونكومغ، هزيت الخيار وقطعته مع الخس هكا، وشويه البوارو، ودرت معاهم شويش ديال الحامض وشويش ديال الملحه. وهما باش درت الحشوه، جات حشوه ما بقات ليا والله العظيم، إذا نقول يا ربي غير انا تبقى ليا شي وحده باش ندوقها في الاخر. ما بقى ليا والو، كلشي تكال، وكلشي صراحه كلشي عجبو الحال، كلشي مشى نشط. هنايا البنت كتحل لي كادو ديالها كما كتشوفوا. المهم نتمنى انه هذا الفيديو يكون نال اعجابكم.